أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. إزيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. فيديو جديد من قناة يومات أسرة عصرية، هنشارك فيه كده يومنا من بدري من الساعة 5 الفجر. هتحس إن يومك بجد فيه 48 ساعة مش 24 ساعة بس، لأن فعلا البركة في البكور. لما تصحي الساعة 5 الفجر، أولا أنت هتصلي الفجر حاضر، وبعد كده هتقعدي وتقري الأذكار والأدعية بعد الصلاة، وكمان أذكار الصباح، وكمان هتقري الورد اليومي من القرآن الكريم عشان مشاغلنا اليومية طبعا بنتلهي بعد كده بقى في عيالنا وفطار وغدا وتجهيز البيت والمشاوير والحاجات دي كلها. فأحلى حاجة إن أنت تاخدي لك كده ساعة الصبحية دي، بتبقى جميلة جدا، بيبقى لسه كده مخك نقي والهواء نظيف ومفيش كده عكننة في اليوم، فعلا بتفرق معاكي أول ساعة في يومك. طبعا بعد كده في تقرأي مثلا في كتاب خصص كده، امسكي كتاب واقري منه، لو بصي صفحة واحدة في اليوم، مش هنقولك انت لازم تخلصيه، بس على الأقل كده يبقى ايه مخنا يعني شغال وحاضر، وان احنا بنقرأ حاجة وبنفهمها طبعا. بعد كده طبعا دلوقتي الجو جميل جدا، ده كله لسه احنا بدري. بحب احضر جدا بقى اللي هو وقت شروق الشمس، بتحضري كده وقت الشروق ده بيبقى حلو جدا. كنت بقى دلوقتي في المطبخ بجهز فيه اكل او الفطار يعني اللي زوجي هاخده معاه في الشغل، وطبعا وبعد كده ايه هيمشي على الشغل، ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب ويرزقهم برزق واسع يا رب. طبعا باخد بعد كده 3 تمرات او 7 بيبقى سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح، باخدها مع كوباية مية. ونبدأ بقى كده ايه مهامنا اليومية في البيت. بشغل اول حاجة الغسالة عشان يعني كنت طلعت دور، وكمان ده اللي بعده بقى بدأت اغير الملاية كده وارتب الحال في البيت. فبتشغلي كده ايدك في كذا حاجه، يعني مش بتعملي مثلا حاجه تشغلي غسالة وبعدين تقعدي بقى تلعبي مثلا في دروب، بلاش تمسكي التليفونات خالص اللي بتلهينا دي غير لما نخلص كل اللي ورانا، بعد كده دي تبقى كده زي مكافاه يعني. فكانت دي تاني رصه قبل ما الغساله تخلص، كنت ايه اروق ايش، كانت في شويه مواعين في المطبخ فخلصتها، وسريعا كده برضو رحت ماسحه المطبخ. طبعا بعد ما كنت غيرت هنا الملايه وبرتب برضو هنا السرير، عبال طبعا ما اولادي لسه نايمين في الغرفه الثانيه، ده هيبقى بعدين يعني. النهارده في حاجات كتير هنعملها في يومنا، بس بخلص كده حاجاتي اللي في البيت الاول، ونشرنا الغسيل وكل ده. الوقت لسه بدري يعني، الساعه اصلا لسه ما جاتش 10، خلصت حاجات كتيره في البيت، وبعد كده نزلت بقى السوق بناء على رغبه ناديه حبيبه قلبي متابعه في القناه، قالت يا ريت تصور لنا كده الجو الخضره وفي السوق لما تروحي وكده، يعني بيبقى الجو حلو قوي وبنحب الروتين ده. فاخدت كده لقطات، طبعا هقول لكم على اسعار السوق النهارده. طبعا هو في حاجات لسه غاليه، بس يا جماعه احنا طبعا في الارياف، فالاسعار اللي انا هقولها دي بتلاقوها اقل شويه من المدن. الطماطم الكيلو فيها ب4 جنيه، طبعا عشان دي في اخر السوق شويه. جبت الليمون الكيلو ب5 جنيه، الخيار الكيلو ب5، الرمان الكيلو ب4، والبتنجان الكيلو ب4، الطماطم الكيلو ب4، البطاطس الكيلو ب7.5 يعني 2 كيلو ب15، المانجا ب15 جنيه الكيلو، واللي هي الملوخيه ب5 جنيه، كانت ملوخيه جميله جدا. طبعا جبت الحاجه بقى وجيت عند اختي عشان ايه ناكل لهم بقى سريعه وفطرنا كده، كانت عامله القهوه كده باللبن جميل، وعامله الحلويات الجميله بتاعتها دايما، يعني زي ما بقول لكم بتبقى مدلعانه دايما، الحلو كله عندها بصراحه، ربنا يبارك فيها يا رب ويخلينا لبعض. كانت عامله باستا فلورا وعامله كده حلويات زي البتفور كده. بالنسبه بقى لتخزين المانجا، انا بعتمد على طريقتين وبرتاح اكتر للطريقه الثانيه، يعني الاول طبعا احنا بنجيبها ونغسلها ونسيبها تتصفى، ولو انت جايباها خضرة شويه وطلعت معاكي جامده سيبيها بره كده يومين او ثلاثه وهتستوي معاكي وتبقى زي الفل. وهو كان قايل لي كمان سيبها مربوطه في الشنطه وتستوي، فعلا جربت الطريقه، كان في حاجات كده جامده معايا وسبتها مربوطه في الشنطه يومين وبعد كده استوت وبقت زي تمام يعني زي الفل. تمام، بعد كده شطفتها وسبتها تتصفى كويس في المصفى، وبعد كده بنبدا نقشرها بمبشره البطاطس عشان ما نهدرش منها كتير. دي الطريقه الاولى بقى، ان احنا نقشرها ونشيل البذر منها والقشره الخارجيه اللي هي الخضراء، واللحم بنقطعه يعني لو انت مثلا عايزه تزودي بيها حلاوته كده بتعملها مكعبات بحيث تستخدمها في التزويق، او ان انت تحطيها لحم زي ما هي كده في الاكياس وتخرجي منها الهواء، وتبقى دي جاهزه بقى لما تيجي تخرجيها يا دوب تحطيها في الخلاط على طول، لو هتعصريها مش هتستني ان انت تقشري او ان هي تفك، ممكن تحط عليها الميه بارده على طول وتشتغل على طول. دي بتبقى مريحه لما تطلعيها بعد كده، بس متعبه ان انت في التقشير دلوقتي حاليا في يعني في طريقه التخزين بتكون اتعب شويه. الطريقه الثانيه بقى اللي كله بيستسهلها ودي كويسه، يعني ان احنا الحب زي ما هو كده بعد ما اتغسل بنحطه في اكياس ونربطها، ونربطه يعني، وبعد كده لما نيجي نستخدم بقى بنطلع لما تفك، بس حاجه بسيطه وتقشر القشره بتطلع معاكي بكل سهوله، بس طبعا ايديكي بتتلسع من التلج وانتي بتقطعيها.
وطبعا بص على قد بقى استخدامك، يعني الكيس لو الحبايه كبيره تحطي فيها واحده بس، لو حبايه المانجا صغيره ممكن تحطي 2. الكيس بقى فايدته ان هو بيمنع المانجا ان هي تتاكسد او تبقى معرضه للبروده والتلج والحاجه كده، انما الكيس بيحافظ عليها يعني شويه. تمام، عايزه اقول لكم برضو ان سعر المانجا ما نزلش السنه دي، ده اقل سعر له ان هو 15 جنيه للكيلو. فان انت بقى هتبقي منتظره ان هي تنزل عن كده، او بدك بقى ميزانيه خاصه ان انت تفرزي، لا بصي كل سوق تجيبي لك ايه يعني، وفري شويه من السوق، مثلا هاتي حاجه الخزين هاتي لك 2 3 كيلو كل مره، فهتبداي بخزينك خلاص كده ايه، خلصها بقى ونحطها في الفريزر. نرجع بقى ايه لما رجعنا في تجهيز الغداء بقى عند اختي. بص بقى الارنب الجميل بقى، هندبح كده ارانب عشان نعمل ملوخيه بالارانب. دي تربيه بيتي. دي توتي بقى العسل، مش خايفه من الارنب، بتمسكه وبتاكله، عاملين يلعبوا بيها الاولاد بقى فرحانين يعني بيهم، بيفضلوا ياكلوهم ويلعبوا بيهم، فهندبحهم حاجه صغيره كده شمرت، فخلاص كده ايه دبحناهم واتسلخوا في ساعتها. وبعد كده طبعا مغسولين ومنوعين بقى في الليمون والدقيق والخل والحاجات الحلوه دي عشان اي زفاره. وبعد كده بقى الملوخيه اتغسلت برده كويس قوي من الطينه كذا مره، وسبناها تتصفى شويه. وبعد كده بقى بضربها في الكبه شويه، طبعا الكبه مش هتنعمها للاخر، بس بتقلل وقت الخرط شويه. بعد كده نبدا كده بالمخرطه ونكمل عليها. اهم حاجه لنجاح الملوخيه يا جماعه ان هي تكون مخروطه ناعم جدا، هي نعمتها طول ما انت منعماها هتديكي حاجه كويسه. خرطناها بقى خلاص، وهنا خلاص كان استوى الارانب عشان ناخد بقى الشوربه ونعمل منها الملوخيه، ورز ابيض معاها كده. كنا عايزين نعمل برايم رز معمر، بس لقينا الوقت بقى مش هيسمح، فعملناها كده خالص عادي في الحله. وبصوا بقى الملوخيه وجمالها ما شاء الله، روعه حلوه بقى، طعم الارانب بدها طعم مميز بصراحه، غير خضارها الجميل وقوامها الحلو. خلاص تمام كده بقى، خلاص بقى كنت روحت شقتي، ودي كانت برضو سجادة المطبخ، كنت غسلتها الصبح ونشرتها، وكانت في رصة بس كده غوامق في الغسالة كانت اخر حاجة، فحطيتها كده بالمرة. نيجي بقى لموضوع السرير والأوضة بتاعت رينات بنتي. هنا الأوضة بقى كنا نبدأ ايه نجهزها، ده المكان اللي هنحط فيه السرير لما يجي ان شاء الله، يعني هو خلاص كان جاي اليوم ده. فعدلت كده الصالون الجنب التاني، وهي قالت انا عايز السرير يبقى في الجنب ده عشان يبقى فوش يعني فوش التكييف، لو حبينا نشغله كده يبقى فوشها غير لما يكون تحت التكييف. تمام، ففضينا المكان ده، وادي السرير وصل بالسلامة الحمد لله. قولوا لي بقى رأيكم فيه، هو شكله كيوت وجميل جدا، اللون الرصاصي اهو زي ما انا خدت رأيكم برضو، هنا الرون الرصاصي يعني طالع موضه كويس. طبعا هو حته سرير بس خد معانا يعني يعتبر غلبه شويه في لما بعد ما جه الالواح، طبعا عايزه تتقص. يعني هو بصي بيسيب لك الالواح طويله شويه، بحيث بعد ما تركبي لو السرير ريح شويه مش عارفه ايه فما يفلتش، فقال خلاص ايه خدوه، وبعد كده نجيب اي حد يعني نجار ولا حاجه يقص لنا الحاجه الزياده نعلم عليها. يعني طبعا الفرافيت دي بهدلتني الدنيا، يعني ما استنوش طبعا، وباخدوها في رجليهم وطالعين على السجاد بره وكده، فكانت غلبه شويه. غير بقى ما طلعوا ايه الحاجه، العيال بقى مبسوطين شايلين الالواح يطلعوها والسرير. وبعد كده ده اتقص، وبعد كده ايه تاني، جبنا بقى المراتب برده في نفس اليوم. جبت هنا مرتبه للغرفه دي، وجبت مرتبه بدل المرتبه الثانيه في اوضه الاطفال في اوضه الولاد، يعني عشان اغيرها لانها كانت في الثانيه كانت ادمت قوي، ما كانتش من النوع الاصلي. ودي برده اللي هي تاكو، يا ريت يا ريت اللي مجرب المرتبه دي تاكو يقول لي في الكومنتات. تمام، اللي هي مرتبه تاكو، انا بكرر اهو، قولوا لي، اصل انا مش مقتنعه بيها بصراحه، هي لونها غامق كده وهتشوفها يعني دلوقتي لما نحطها اهي، فقولوا لي كده هي عامله ايه، لان انا جربت كده نومها في الاوضه الثانيه مش عارفه وجع ظهري قوي. المهم قولي لي رايكم في اللون، طبعا لسه بقيت الوان الغرفه مش ده النهائي، لسه في حاجات هتتغير تانية، بس واحده واحده، انا بالصبر تبلو ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. ان شاء الله لسه هنعمل حاجات تانية ونكملها بقى في الغرفه، ونغير اللون الاخضر ده ونعمل لها كده ورق حائط، واخد برضو رايكم. يا ريت بقى لايك واشتراك في القناه، ومستنيه رايكم وتعليقكم في الكومنت.